بدوره أكد الدكتور فهد الشليمي رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية عبر مداخلة مرئية خلال البرنامج الخاص، أكد أن الأداء الرئيس لعمل قناة الجزيرة القطرية قائم على التدخل في الشؤون الداخلية للدولة، حيث قامت هذه الدول بتقديم ورقة احتجاج إلى وزارة الخارجية القطرية لوقف تدخلها غير القانوني. يعني أداء قناة الجزيرة أداء يعتبر شيء نوع من التدخل في الشؤون الداخلية للدول، هذه رقم واحد، والدليل على ذلك أن كثير من الدول قدمت الحقيقة احتجاجات إلى الخارجية القطرية. أيضا احنا عندنا في الكويت سكروا مكاتبها مرتين، فهي يعني تمارس التدخل في الشؤون الداخلية تحت حرية الإعلام في العديد من الدول. النقطة الثانية، أنا أعتقد الجزيرة فقدت جمهورها عندنا في الخليج، لكن هي الآن التارجتينج أودينس الإعلاميين، شريحة يستهدفونها مش الخليجيين، هو يستهدف بعض دول شمال أفريقيا، ويستهدف الحقيقة يعني الأخوة في فلسطين وبعض المجموعات، لكن الشعب المصري، دول الخليج، العديد من الدول العربية يعلم تماما فبركات الجزيرة. ليبيا نفس العملية، فالكل يعرف أن قناة الجزيرة الحقيقة تقوم على الفبركات، تقوم على المبالغة في التعليق والتهويل. النقطة الثانية، الجزيرة وصلت لنوع من الهبوط الكبير، لكن بعض الأحداث تجعلها تعمل بكامل طاقتها لاستعادة هذا البريق. أنا اللي أستغرب ليش هذا الاستهداف لدول الخليج أو للبحرين بالذات أو للإمارات. يعني أنت علشان تضع استراتيجية إعلامية لك أهداف فيها، الأهداف اللي نشوفها هو استهداف للإمارات وللبحرين مثلا، وقبل كان السعودية وقبل، ليش وقبلها كان الكويت؟ ليش هذا الاستهداف؟ هل هو جزء من مخطط؟ زين، ما هي قدرات الدولة أنها تغير؟ هل هي جزء من مشروع كبير معطينها دور صغير فيه تتحرك فيه؟ أنا أعتقد يعني جوابا على سؤال حضرتك، لا يستطيع الحقيقة أن يركزون على السلبيات لقناة الجزيرة، لأنها لم تصمم لهذا الموضوع، لم تصمم للصالح العام، هي صممت للتخريب العام ودعم مشروع التغيير اللي هو الفوضى الخلاقة في المنطقة، وفشل وتحاول مرة أخرى وهيفشل. أعتقد أن حتى رصيدها بدأ يتناقص من المشاهدات ومن الدعم.